مبادرة التي أطلقها المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. الهدف الأساسي منها جمع الشريحة الطلابية والشابة للوقوف على مجمل القضايا تتعلق بالمجتمع السوري وتقديم طروحات وآليات عمل جديدة وتفكير جديد لتطوير هذه الورشات. الجلسات الحوارية هي عم تصير على مستوى سوريا بكافة المحافظات السورية لمشروع فكر لسوريا اللي هلا بلشنا بالمرحلة الأولى، وهي عبارة عن جلسات حوارية مع الشباب الجامعي والطلاب الجامعي لحتى ناخذ منهم أفكار حول مواضيع بتهم الشأن العام اللي هي قضايا الحوار، التنمية المحلية ودور الشباب بالأمور الثقافية. استفدنا من هي الجلسات أنه عرضنا أفكارنا وتقبلنا أفكار الآخرين، بس الفكرة أنه كل واحد فينا عرض أفكاره اللي هي مساهمة، مثل ما قلنا فكر لسوريا أن لا تبني سوريا. كتير كان الجو حلو، كتير كان التمازج الفكري كتير حلو، بما أنه ما كلياتنا من نفس الأعمار، فكانت الجلسة كتير رائعة، استفدنا منها، فدنا منها. حضرت المبادرة، استفدت منها كتير، ملمة، مهمة، استمعنا على آراء الجميع، أخذوا آراءنا، استمعوا إلنا، فيها معلومات مهمة، مهارات علمية مفيدة، ثقافة عامة شاملة. جيت لأشارك فعالية فكر لسوريا اللي قام المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. أنا بشكر الاتحاد على هيك فعالية حوارية، اللي هلق الاتحاد دائما عم يسعى للحوار خلال 3 سنين السابقة وعم يطور فكرة الحوار بين الشباب السوري. كانت الجلسات الحوارية كتير رائعة، فادتنا وأكدت للجميع أنه الشعب السوري وخصيصا فئة الشباب فئة واعية قادرة على تقبل الآراء وعندها أفكار إيجابية جدا.